إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية سركيس نزار من إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. يعني في كل بداية كما نلاحظ أن مؤشر الدولار يخترق حواجز جديدة وأيضا ارتفاعات متتالية، يعني أعلى مستوياته تقريبا منذ 5 سنوات لامس مستويات 103 نقاط. سركيس، يعني كيف تصف هذا الأداء وكيف يؤثر على باقي العملات الرئيسية؟ بالفعل يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعات كبيرة مقابل سلة العملات مع توقعات رفع الفائدة بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي ليصل إلى مستوياته الأعلى منذ مطلع عام 2017. الارتفاعات في الدولار الأمريكي خلال اليومين وكذلك هذا اليوم جاءت بفعل توقعات رفع الفائدة ب50 نقطة أساس الشهر المقبل، بل أن الكثيرين في الأسواق المالية حاليا يتوقعون رفع الفائدة ب75 نقطة أساس شهر 6 المقبل. هذه التوقعات ربما تكون غير منطقية في الوقت الراهن، لكن هذا ما تتوقعه الأسواق وهذا ما يسبب الارتفاع الكبير بالدولار الأمريكي مقابل سلة العملات. نشهد الين الياباني على سبيل المثال عند أدنى مستويات منذ نحو 20 عاما، اليورو أيضا ينخفض بشدة ليتم تداوله عند الدولار، وخمس سنتات أمريكية بانخفاض من دولار و12 سنتا كان قد تداول عندها سابقا هذه السنة. فتوقعات الفدرالي الأمريكي تدفع الدولار الأمريكي للارتفاع، ونحن اليوم بانتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني هذا ما أردت أن أتحدث عنه سركيس، يعني مؤشر الدولار في حالة وسلسلة ارتفاعات طويلة وجيدة، يعني هل نتوقع المزيد من هذه الارتفاعات؟ ما هي الحدود الفنية التي من المتوقع أن تعكس اتجاه مؤشر الدولار في ظل أيضا معطيات وبيانات أساسية تؤثر على أسواق العملات بشكل عام تحديدا من الولايات المتحدة؟ بالفعل كما تفضلت، الدولار الأمريكي اخترق العديد من المقاومات. اليوم نحن بانتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي من المتوقع أن تظهر انخفاض كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي من 6.3% الربع الأول عام 2021 إلى 1.1% للعام الجاري 2022. وأيضا ننتظر يوم غد الجمعة بيانات التضخم بحسب مؤشر PCE. هذه البيانات قد يكون لها تأثير كبير على الدولار، لكن حاليا بما أن الأسواق تتوقع رفع كبير جدا بالفائدة 50 نقطة أساس متبوعة ب 75 نقطة أساس، نحن نتحدث عن 125 نقطة أساس رفع بالفائدة تتوقعها الأسواق على مدى شهرين. هذا قد يدفع الدولار إلى مستويات أكثر ارتفاعا قد تصل إلى 105 بل ربما 106 مؤشر الدولار الأمريكي. لكن مرة أخرى هذه الارتفاعات ستتغير مباشرة عندما تنظر الأسواق إلى منطقية رفع الفائدة، فلا أعتقد شخصيا بأننا سنرى رفع فائدة ب 125 نقطة أساس الشهر المقبل. أعتقد بأننا سنشهد رفع 50 نقطة أساس، ثم الشهر الذي سيليه ربما 50 أو حتى 25 نقطة أساس مما قد يحد من ارتفاع الدولار الأمريكي. لكن خلال هذا اليوم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى صدور قرار الفدرالي المقبل، قد يبقى الدولار قويا ليتوجه لمستويات أكثر ارتفاعا. نعم، يعني محلل أول أسواق مالية من إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار كنت معنا، شكرا جزيلا.